إيفي، عيش الخبر أينما كنت. فلسطين ستيريو، الفيلم الفلسطيني الأخير للمخرج رشيد مشهراوي ضمن قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان تورونتو السينمائي الذي سيفتتح في 23 من الشهر الجاري في كندا. فيلم يروي قصة شقيقين يعملان في تأجير معدات الصوت للمناسبات، وذلك ليتمكنا من الهجرة إلى كندا. ومن خلال الأحداث يروي مشهراوي حكاية البلد. لما كنا زمان كتير نقاوم الاحتلال، وحقنا شعب تحت احتلال لازم يقاوم الاحتلال، كل الكرة الأرضية متفقة عليها هاي. بس حاسس انه احنا كان عندنا اشي ما كانش عندنا اشي نخسره، فكان اسهل انه احنا نضحي اكتر، وكأنه توفر لنا اشي وهمي اللي نحافظ عليه وصرنا نخاف عليه. عنا بيوت وعنا شقق وعنا سيارات وعنا قروض من البنوك وعنا كل شيء. لإنتاج الفيلم تسلسل في حكاية التمويل الذي بدأ ذاتيا بمبلغ صغير، ثم شاركت فيه مؤسسات محلية وأجنبية. بلشنا الإعداد للفيلم تقريبا في 1/2/2012، استمر معنا تقريبا 4.5 شهور لإعداد الطاقم الفني، إعداد تجهيز الممثلين، ملابس الممثلين، ديكورات اللوكيشنز، الأماكن أو المواقع اللي اخترناها للتصوير. بعد 4.5 شهور تقريبا كنا جاهزين، بدأنا أول يوم تصوير في 17/6/2012. استمر التصوير تقريبا 5 أسابيع متواصلة. وفي الصراع ما بين البقاء والهجرة، سيكون فلسطين ستيريو راية فلسطينية نتمنى لها أن ترتفع فائزة في مهرجانها. لتلفزيون القدس، كنانة عيسى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.